أخبار اليوم. أنا ليلانتا، الإمبراطورة ليلانتا، حاكمة هذه البلاد. طبيب عربي، أود أن تسمح له مولاتي الأميرة بمقابلة مولاتي الإمبراطورة. معنا بطل من أبطال أوراق التوت، النجم أحمد ماهر أو القائد سيدوم. أهلا بك أستاذ أحمد. يا أهلا وسهلا. اولا تسمح لي ان انا احيي حضرتك على الاداء اللي مش مختلف، يعني مش جديد على حضرتك، المعايشه للدور والشخصيه. كلمنا عن، يعني مش اول عمل تاريخي انت برضو تقدمه، او يعني عمل بتستخدم اللغه العربيه الفصحى. كلمنا عن مميزات العمل ده اللي جذبتك لاداء هذه الشخصيه. يعني هي شخصيه لاول مره انا بقدم شخصيه راجل طاعن في السن، هو اللي ربى الامراء اللي على مدار رحلة المسلسل بنشوفهم بيتحولوا من أبناء للإمبراطور وأمراء إلى قادة، وهم اللي بيديروا سلطة الإمبراطورية. وأحد أبناء هذا الإمبراطور اللي هي الإمبراطورة ليلانتا اللي هي الفنانة صابرين بتعتلي العرش بالفعل بعد مقتل أبوها الإمبراطور. ف احنا بنشوف هذه الشخصية الى جانب مهمها الامنية قد كده هي حريصة على الابناء اللي قامت بتربيتها. وفي رحلة المسلسل بنكتشف ان الابن الوحيد للامبراطور بيتهم بقتل ابوه، وكل القرائن والدلائل بتقول ان هو القاتل، في حين انا اللي مربيه وأنا عارف قد إيه الأمير على خلاق وعلى قدر عالي من التربية، إلا أن كل الدلائل موجهة بالاتهام إليه وبيحكم عليه بالنفي. طبعا ده بيبقى شيء معذب جدا بالنسبة لي، وأنا مش عارف مين القوة الخفية اللي وراء هذه الجريمة، إلى أن بنكتشف المسألة وان باي وان، وبنكتشف أن الشر زي ما كان التاريخ بيكلمنا عنه من بدء الخليقة، الشر موجود في الأرض إلى أن تقوم الساعة، وفي صراع دائم مع قوى الخير، ولكن في النهاية لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح، الخير بينتصر. العمل بيطرح عدة رسائل هامة، من ضمنها الصورة السلمية للإسلام بانتشر بشكل سمح مش بالعنف ولا بالاستخدام القوة. إيه أهم المضامين تانية اللي بتطرحها العمل، وحضرتك شايف إلى أي مدى يهمنا إن عرض عمل زي ده في هذا التوقيت من الزمن؟ يعني العمل بيطرح قد إيه المجتمعات المؤسسية والمجتمعات اللي بتقوم على نظم وعلى دعائم حكم قوية ممكن أن يتم تفجيرها من الداخل، وده اللي عايشه المجتمع العربي في الساحة العربية وما يطلقون عليه الربيع العربي. وأنا شايف أن المسمى أبعد ما يكون عن الربيع، إحنا في عواصف، إحنا في أعاصير، إحنا في تفتيت المجزأ وتقسيم المفتت من جديد. هذا الآخر أحرص ما يكون على أن المنطقة العربية لا تستقر حتى تصبح في حالة من التبعية إلى هذا الآخر وإلى القوى الإمبريالية العالمية. أستاذ أحمد، ليه دايما بنشتكي أن احنا عندنا الأعمال التاريخية والأعمال الدينية في قلة عليها، المشاهد ما بينجذبش لهذه الأعمال مع أن الأعمال دي بتتكلف ثراء والإنتاج؟ يعني احنا بنلاقيها قلة قوي، يعني المشاهد ممكن ينجذب لعمل كوميدي، عمل بالله أنا ماشي في الشارع بقى ونادى بسيدون يا سيدون يا سيدون وأنا ماشي في الشارع، بس العمل ما اتصرش برضه عليه أستاذ أحمد الضوء زي الأعمال التانية، لأن الدعاية والبروباجندا قليلة، لأن ما حدش بيصرف عليه دعاية، لأن العمل بيوزع على القنوات المصرية، والقنوات المصرية يعني ربنا يتولاها، فكويس قوي إنها لقي عمل زي ده تقوم بإذاعته وتقدمه. إنما مثل هذه الأعمال باهظة التكاليف، انت في امس الحاجة الى لوكيشن له طبيعة خاصة، ما فيش اي ملمح حضاري فيه، لا نلاقي اريال تلفزيون ولا عواميد انارة، انت محتاجة ترجعي بالعصر الى الزمن اللي المسلسل بيكلمك عنه. هذا الى جانب طبيعة المكان اللي لابد ان تحتفي بالمعنى اللي بيحرص عليه العمل، الديكورات
الأكسوار، المكياج، الكوستيم، الملابس، كل دي بتترجم فلوس. بخلاف الأعمال المودرن، كل ممثل بيجيب اللبس بتاعه والستايلست بتاعه بينسق المسألة أسهل كتير. لا، البون شاسع. الخدمات التحتية بقى، قولة الخيول والخيم والعربات القديمة، موضوع كل دي فلوس بتتصرف. هذا إلى جانب بقى الأصفار اللي بتتم، دي بتسفري إلى أماكن بعيدة. لذلك يصبح مثل هذا العمل إنتاجيا باهظ التكاليف، باهظ التكاليف. إحنا لا يخفى على أي بصير ما تمر به الدولة من حالة اقتصادية مجني عليها. فالمسألة في أمس الحاجة إلى استفاقة الدولة وأن تعود الدولة إلى الإنتاج مرة أخرى. اعتمد حضرتك على الشخصية كان يعني من السيناريو بس، أم اعتمدت على وثائق شخصية يعني هي من وحي الخيال الكاتب، ولا الشخصية لها مرجع تاريخي؟ لا، ملهاش مرجع تاريخي. طب كان اعتمد حضرتك على تكسيدك على السيناريو بس، كان طبعًا أي تدخلات طبعًا. أنت شكل الشخصية برضو ترسم لها ملامح؟ لا، المسألة دي بتتم بالاتفاق مع المخرج، مع استف الإخراج بشكل عام، وونس بنستقر على الشكل بنندفع في اتجاه التنفيذ. المهم يا استاذ احمد، احنا بدنا كل التوفيق، والشخصيه بجد سايبه اثر، وعمل كله سايب اثر مع المشاهد بشكل جيد جدا، والتوفيق يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه. شاكر، شاكر، بفضل.